هو قال محمد عادل ولا ده النت؟ قال محمد عادل، محمد عادل بتاع الاحتواء ده. انا مش محتاج اجيب لك سكرين شوتس، مش محتاج افكرك بماتشات، مش محتاج اقول لك اي حاجه. رغم اني قررت اعمل فيديوز، لازم ابتدي كل فيديو بحوالي على الاقل 10 15 ثانيه نتكلم فيهم كلمتين عن فلسطين. ففي اول كل فيديو زي الفيديو ده بالظبط هقول لكم لو سمحتوا اي حد قبل ما يتفرج على الفيديو يدعي دعوتين لاخواتنا في فلسطين، لعل وعسى يكون حد فينا دعوته مستجابه. ويا ريت ما تبطلوش انكم تعملوا شير للفيديوز اللي بتتكلم عن فلسطين، او تعملوا كومنتس على اي حاجه ليها علاقه بفلسطين، او تكملوا زي ما احنا، عشان تاني وتالت ورابع اقول لكم احنا اول مره نكون بنكسب الحرب الاعلاميه. فقبل ما نتكلم كلمتين في الكوره، افتكروا فلسطين، اكتبوا عن فلسطين، اعملوا شير، اعملوا لايك، وصلوا للعالم اكتر واكتر، عشان احنا اعلاميا اول مره نكون بنكسب وبنوصل صوتنا للعالم كله. الفيديو بتاع النهارده لو هنتكلم على الكوره، فانا هرجع اتكلم عن هيئه المضانيق. محدش يقدر ينكر ان الكابتن رضا عبد العال رئيس هيئه المضانيق يستحق المنصب عن جداره على الاقل من وجهه نظري. لكن كان دايما السؤال اللي بيجي لي هو ليه كابتن محمد فاروق نائب رئيس هيئه المضانيق؟ يعني ليه مثلا مش الاستاذ نيمار اللي هو الشهير بالشرس اللي هو الاستاذ اسلام صادق؟ ليه مثلا مش حد تاني؟ يعني في ناس تانيه كتير ما شاء الله هيئه المضانيق ولاده، والاعلام الرياضي مليان مضانيق اللي هم جمع المضناق اللي هم الاسلحه، يعني قلنا اللي هو بتاع محمد سلام او هدرس لما كان بيقول لهم عن المضانيق اللي هي الاسلحه. مش هنقعد بقى كل فيديو نشرح يعني ايه مضانيق وكده، بس يا ريت تصفوا النيه. المهم ان المضناق السيد رضا عبد العال طلع طبعا يتكلم بعد ماتش الاهلي وصن داونز، وطالما الكابتن رضا عبد العال رئيس هيئه المضانيق بيتكلم بعد ماتش الاهلي وصن داونز، فاكيد اي حد شاف لي فيديوز قبل كده او حتى ما شافليش بس بيتفرج على الكابتن رضا عبد العال بعد ماتشات الاهلي هيبقى حافظ ايه اللي بيحصل. الكابتن رضا عبد العال بيطلع يقول لك ان كولر كان محظوظ، ان كولر اتكشف ان ايه الاهلي ده، ان كولر لازم يمشي، وان هو طبعا احسن تاني مدرب في العالم بعد جوارديولا، لان هو مؤمن جدا بجوارديولا رغم انه ما بيغيرش قبل الدقيقه 60 عادي، بس يعني مش موضوع. المهم الكابتن رضا عبد العال واحد من الضيوف الدائمه في البرنامج، يعني ممكن طبيعي ان يكون في برنامج فيه اثنين مذيعين مثلا زي اون تايم سبورتس دلوقتي بيعملوا ايه، يوم الكابتن احمد شوبير ويوم الكابتن سيف زاهر، او ده ليه ايام معينه ودي ليه ايام معينه. انا عموما مش متابع قوي فمش حافظ يعني مين ايامه ايه ومين ايامه ايه، بس الاثنين بيبدلوا مع بعض في نفس البرنامج، ودي تقريبا نفس الفكره اللي بيعملوها في البريمو ما بين نائب رئيس هيئه المضانيق الكابتن محمد فاروق والاستاذ نيمار الشرس الشهير باسلام صادق. المهم دي عادي ما فيهاش مشكله، لكن ليه الكابتن رئيس هيئه المضانيق ضيف دائم في القناه؟ هل مثلا من قبل ما يعملوا البرنامج وهم مخططين لكده، ولا مثلا الراجل لما بيجي شايفين ان هو بيفهم في الكوره وكده فعجبهم فبقى مكمل؟ اعتقد ان من قبل ما يعملوا البرنامج وهم مقررين القرار ده. ما تيجوا كده نفتكر مع بعض. ايوه طبعا، زي ما احنا دايما كلمة دارجة ما بيننا وما بين بعض كمصريين دايما بنقولها على رقم واحد. يمكن فكرة اختيارنا لهذا الاسم ان احنا دايما عايزين نبقى رقم واحد بالنسبة لكم. اختيارنا للاسم برضو ان احنا دايما بنقول كل حاجة صحيحة، كل حاجة بمصداقية. هي دي دايما الفكرة من خلال فكرة البريمو بالنسبة لنا، ان احنا نوصل لكم كجمهور، لان انتوا بالنسبة لنا البريمو. لما عادنا واحنا بنتكلم على اختيار هذا الاسم، ويمكن المفارقة الطريفة ان كابتن رضا عبد العال هو اول واحد اختار هذا الاسم، واحنا قاعدين كتيم وورك كده بنتكلم في تحضير هذا البرنامج. بعيدا عن ان نائب رئيس هيئة المضانيق الكابتن محمد فاروق هو مش عارف هم سموا البرنامج البريمو عشان هم عايزين يبقوا رقم واحد، ولا هو جمهورهم رقم واحد، بس هنا في نقطة جميلة. قالك احنا كستاف او احنا كتيم وورك او احنا كفريق عمل قعدنا نقرر مع بعض اسم البرنامج، فالبرنامج ده اللي مطلع اسمه رئيس هيئه المضانيق الكابتن رضا عبد العال. معنى كده ان هم من قبل ما يبتدوا هم رسمين سيناريو ان ايا كان في مين المذيع هيبقى فيه الكابتن رضا عبد العال هو موجود، وده هيبقى ضيف دائم معانا عشان يعمل الشطشطه بتاعته دي، عشان نعمل الفقره بتاعه كل حلقه لرئيس هيئه المضانيق، ان المذيع اللي قدامه يبتدي يتكلم معاه بهدوء سواء نائب رئيس هيئه المضانيق او استاذ نيمار الشرس، وبعد ما نتكلم كلمتين كده في الهدوء نبتدي نسخن شويه على بعض لحد ما نوصل للماستر سين بتاع الحلقه او للمشهد الرئيسي او المشهد الاساسي بتاع الحلقه، ان رئيس هيئه المضانيق يبتدي يزعق ويبتدي بقى يتكلم وينفعل ويقعد يخبط على الترابيزه ويزعق، وانت تشوف بقى اللمض اللي بتبقى فوق في السقف دي بتتكسر وتقع، وفي ازاز على الجنب مثلا ديكور او حاجه، لو حتى حاجه سكريت يعني ازاز ماسك نفسه شويه محطوط في الفرن، يعني مش موضوعنا برضه دلوقتي، يبتدي بقى يتكسر ويقع دش 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 عشان الراجل طبعا ما شاء الله الحنجره بتاعته عاليه شويتين، دي الحاجه الوحيده اللي عنده يعني الحنجره، ما عندوش حاجه تاني، مش قصتنا. المهم ان ده المشهد الرئيسي، واضح انه مخطط من قبل كده بس مش زي ما قلت لكم مش موضوعنا. خلينا نرجع للحلقه اللي اتعملت بعد ماتش الاهلي وصن داونز. خلينا قبل ما نتكلم في القصه دي اقول لكم على كام نقطه عشان ما حدش يفتكر ان انا بنكر. ماتش الاهلي واحد من اسوا الماتشات للاهلي، واحد من اسوا الماتشات للعيبه الاهلي، واحد من اسوا الماتشات اللي الواحد شافها للاهلي مع كولر. خلاص متفقين عشان بس ما حدش يفتكر ان انا بدافع عن الاهلي كمستوى في الماتش ده، لا احنا كان مستوانا زي الزفت ودي حاجه اي حد شايفها. بس دايما في برنامج البريمو
اللي احنا اتفقنا ان هو ايا كان مين اللي موجود عندنا هو هو المشهد، دايما بيكرر فيه جمل كده معينه، هي دي الواحد بيكون معترض عليها. خلينا واحده واحده كده نشوف كانوا بيقولوا ايه وبعدين نرجع نكمل كلام. هو انا دلوقتي انا ماتش زي ده عايزني العب ازاي يا كابتن من وجهه نظرك؟ انا بطل افريقيا تمام، انا مفروض هجمه هنا وهجمه هنا، هجمه هنا وهجمه هنا. انت ما ضيعتش حاجه، انت بتقول لي محمد عبد المنعم ده كوره طايشه والراجل عملها بدماغه وراحت لعبد المنعم، ولو هجوم فاضي مش هيعرف يجيبها. انا قلت لك الحاجات دي بتاعت الخطيب وبس. ماشي، فين فرصه تانية؟ هتقول لي ضربه جزاء، انت بتشحن. ما انتوا متعودين اصلا ان هنا امين عمر وعبد العزيز السيد ومحمد عادل بيلحقوكوا في الحاجات دي. ما هنا برضو الماتش اللي فات قلت لنا في ضربه جزاء وفي مش عارف. طب واحده واحده واحدة واحدة كده نشوف السيد الفاضل رئيس هيئة المدنيين كان بيقول ايه. بيقول لك المفروض ان الماتش ده يبقى هجمة هنا وهجمة هنا. سان داونز اللي بيلعبك الساعة 3 العصر، اللي طبيعي ان انت المفروض في الماتشات دي انت بدنيا بتقع، وده عيب عندنا، بس عشان تعالج العيب ده مش الصح ان انت تفتح الملعب وتلعب بدني، لان كولر لما حاول يعمل الكلام ده المرة اللي فاتت رغم ان الماتش كان ممكن يخلص 5-4 و5-5، بس في الاخر اسمك خسرت 5-2، خسرت 5، ماتش سيء جدا، واحد من اسوأ ماتشات كولر اللي اتعلم منها، فبالتالي كان المنطقي ان انت تقفل، رغم ان كان الناس كلها بتتوقع وانا كنت واحد من الناس دي وتوقعت ان المفروض الثلاثه بتوع نص الملعب يبقوا ثلاثه دفاعيين بكل المعنى عشان اقفل نص الملعب كويس. الراجل بدا بقفشه، اللي قفشه معروف ان ادواره الهجوميه بتكون اكتر وان ادواره الدفاعيه بتبقى ضعيفه، وده عيب عند قفشه بحكم ان الراجل اصلا كان بلاي ميكر. والعيب اللي حصل عندنا ان ولا قفشه كان فايق، فما كانش بلاي ميكر بمعنى الكلمه، ما كانش بيبتدي لك الهجمه بسرعه، ولا صلاح محسن بيه كان فايق، ولا حتى تاو في احسن حالاته، بعيدا عن ان رئيس هيئه المدنيين قال لك بعد كده ان احسن واحد في الملعب يومها كان بيرسي تاو، ما اعرفش هو بيشوف منين بصراحه، بس يعني مش موضوعنا برضو. المهم يعني ولا رضا سليم حتى اللي ابتدى شويه ان هو ما اعتقدش ان انا اقدر الومه قوي، بس الراجل لعب شويه وبعدين خلاص انت خط الهجوم عندك واقع، التوصيل ما بين خط الديفنس لخط الهجوم اللي هو المفروض يقوم بيه الثلاثه بتوع نص الملعب اللي اهمهم المفروض مجدي قفشه، ولا مروان عطيه بيبني الهجمه صح، ولا اصلا ديانج كورته حلوه، ولا قفشه كان في احسن مستوياته، فكان شكلنا هجوميا فعلا زي الزفت. لكن السيد الفاضل رئيس هيئه المضانيق شايف ان ده عيب من كولر، بس ما علينا انا مش هتكلم في دي. بيقول لك لما نائب رئيس هيئه المضانيق محمد فاروق بيقول له طب والهجمه بتاعت الاهلي مثلا بتاعت محمد عبد المنعم، طب الاهلي ليه بيلن؟ فهو قال له كلمه حلوه قوي على جمله عبد المنعم دي، قال له الكره دي ما يجيبهاش غير محمود الخطيب، الكره اللي متطفشه وتاخدها فيرست تايم. تقريبا رئيس هيئه المضانيق ما شافش الماتش، ما يعرفش ان كره محمد عبد المنعم دي كانت في اول السكس يارد. الكور بتاعت الكابتن محمود الخطيب كانت بتبقى كوره راجعه من منطقه ال 18، او كان بيتلعب له كورنر على طول على بره منطقه ال 18، الراجل بياخدها فيرست تايم، كان ما شاء الله عليه طبعا الكابتن محمود الخطيب، مش هنتكلم في القصه دي، بس كوره عبد المنعم كانت جوه السكس يارد او على اول السكس يارد يا كابتن، فدي اي حد معدي ممكن لو حط وش رجله صح الكره تخش جوه. يعني انا مش هتكلم معاك في كوره لان احنا متفقين ان كل معلوماتك عن الكوره مربعه، بس انا عجبني النقطه اللي انت قلتها بعيدا عن البلن بتاع تاو اللي خبراء التحكيم كلهم قالوا ان هو بلن، بس بعيدا عن البلن بتاع تاو انت قلت له اصل انتم متعودين هنا ان الحكام يلحقوكوا، اذا كان امين عمر ولا عبد العزيز السيد ولا محمد عادل. امين عمر اللي الدوري بتاع السنه اللي قبل اللي فاتت يوم 18 مايو 2022 الاهلي اتعادل مع البنك 0-0، كان الاهلي جاب جون، الفار نده امين عمر قال له ارجع عشان الفاول اتلعب والكره بتتحرك، فولا حكام الفار ولا امين عمر يعرفوا في القانون ويعرفوا ان المفروض لو الفاول اتلعب والكره بتتحرك دي مش من تخصص الفار انه يتدخل فيها، وانه امين عمر حتى لو الفار نده عشان يرجع يشوفها فده مش تخصص الفار فما يلغيش عليها الجون، فالجون اتلغى وضاع مننا نقطتين. وبرضه اتقال ساعتها زي ما اتقال بعد ماتش الزمالك المقاولين ان امين عمر ما يفهمش حاجه في القانون بتاع التحكيم، وان المفروض ان الماتش يتعاد، بس الحل الوحيد ان امين عمر يحترف. فامين عمر اللي بيرتكب كوارث في ماتشات الاهلي بعيدا عن ماتشات الزمالك، انا مش هتكلم على ماتش الزمالك والمقاولين، بس انا بتكلم في نقطه ان امين عمر بيلحق الاهلي، اللي بيرتكب كوارث وبيضيع نقط من الاهلي، لو عايز اجيب لك سي في امين عمر مع الاهلي انا ما عنديش مشكله يا ابو المنانيق، احنا كده كده قاعدين يعني، بس امين عمر اللي بيرتكب كوارث بمعنى كلمه كوارث انت عديت واحد من الناس اللي بيحاول الاهلي. كوميديا في الموضوع ان الحكم التاني اللي انت قلت اسمه اللي هو عبد العزيز السيد، عبد العزيز السيد ده اصلا السنه اللي فاتت اللي احنا خدنا فيها الدوري ما حكمش ولا ماتش للاهلي، ولا ماتش للاهلي في الدوري السنه اللي فاتت ولا غير الدوري كان بيحكمه عبد العزيز السيد لحد لما حكم ماتش الاهلي والمصري في الكاس. تخيل لما يتكلم على السنه اللي احنا كسبنا فيها كل حاجه في الدنيا، الخمس بطولات اللي احنا كسبناهم، في الخمس بطولات دول ولا ماتش محكمه عبد العزيز السيد. السنه اللي قبلها عبد العزيز السيد ده كان محكم ماتشين للاهلي في الدوري بتاع 2021 2022، ماتش المقصه اللي كسبناه 4-0. يعني لو انت شايف ان عبد العزيز السيد كان ليه دور في الموضوع يا ريت تقول لنا، لان احنا طبعا كنا بنبقى مزنوقين جدا قدام المقصه اللي طبعا اتكل على الله واحنا بندور على حد تاني مكانه، بتكلم عن المقصه يعني، او الانتاج الحربي
اللي برضه اتكل على الله. والله فرق قويه جدا فعلا، الاهلي بيحتاج قصادها التحكيم. بس عموما دول في كفه، والكابتن محمد عادل ده في كفه تانية. انك تقول ان محمد عادل الحكام بيعينوه عشان يلحق الاهلي، محمد عادل هو قال محمد عادل ولا ده النت قال محمد عادل؟ محمد عادل بتاع الاحتواء ده، انا مش محتاج اجيب لك سكرين شوتس، مش محتاج افكرك بماتشات، مش محتاج اقول لك اي حاجه. محمد عادل نجم ماتش 5-3 الاول، اللي لما كان الاهلي كسبان 5-1 وكان لعيبه الزمالك ابتدت تفلت اعصابها واكتر من اللعيب المفروض يطرد، واتقال من محمد عادل على لسانه انت ليه ما طردتش مثلا لعيب الفلاني او لعيب الفلاني، مع انك كان في اكشنز كان ممكن تطرد عليها، قال لك لان ده كان اللعيبه خارجه من اعصابها واحنا دورنا ان احنا نحتوي اللعيبه ونعدي بالماتش. محمد عادل بقى حكم الحكام اللي بيتعينه عشان يسند الاهلي. ده اكبر دليل ان رئيس هيئه المضانيق مش بس معلومات عن الكوره انها مربعه، هو في عنده مشاكل تانية في اماكن تانية انها مربعه، واعتقد انها مربعه بفعل فاعل، يعني انا ما اعتقدش ان دي من فراغ، اكيد في حاجه في الكام سنه اللي قضاهم في الاهلي وصلتنا لان عنده بعض الاجزاء المربعه. المهم نسيبنا من القصه دي، اعتقد يعني بما ان قاعد قدامك نائب رئيس هيئه المضانيق الكابتن محمد فاروق اكيد هيرد، يعني هو محسوب على الاهلي بس اكيد هيرد، اكيد هيقول حاجه في قصه الحكام دي، ما اعتقدش انه هيسكت لك كده وانت بتتكلم كده على الاهلي. يعني قول يا كابتن محمد، يعني اعمل لك اي منظر خطير جدا. ما ينفعش كابتن يقول الكلام ده على حكامنا، ما ينفعش ان هم بيلحقوا ما هو ده اللي مخليك انت النهارده اسمع. طب ما انا خدت بطوله افريقيا بلحقونا كمان عشان نوصل لبطوله افريقيا نهائي افريقيا، انت واخدها بالحظ مش واخدها كوره. مفيش حظ يا كابتن، ايوه حظ تحوله ما بعد مباراه سان داونز مختلف. ورينا هتعمل ايه هنا احنا. انا بص الاهلي هيكسب هنا 2-1. ايه الاهلي هنا هيكسب 2-1؟ اقول انت قلت الجمهور. ايوه ما انا عارف، انا بقول لك ما تقول عشان كلنا نعرف، ما تقولش بقى بتقول عليا انا بس. ها قول قلت لك لا الفريق صعب. ما تقولش كده على الحكام، انت هي دي مشكلتك؟ يعني انت مشكلتك ان انت ما تقولش كده على الحكام؟ لا، نائب رئيس هيئه المضانيق فعلا. نائب رئيس هيئه المضانيق ما عندوش مشكله ان يتقال ان الحكام بيساندوا الاهلي، لكن كان عنده مشكله ان يتقال حكام بالاسم، فهو ما ينفعش نقول على الحكام كده، ما ينفعش نتكلم على الحكام ونقول عليهم كده يا كابتن، لا ما بيحصلش. فلما التاني رد عليه وقال له لا انتوا مش عارف ايه، قال له طب احنا بنكسب افريقيا، واحنا لما كسبنا افريقيا كانوا برضه بيسندونا، قال له لا انتوا بتكسبوا بالحظ. لا سيب لي الحظ دي على جنب عشان انا جاي لك افكرك بفيديو صغير كده يا ابو المضانيق، بس خلينا نكمل الكلمتين اللي انت قلتهم. من الكلام الجميل اللي انت قلته في الجزء ده ان لما انتوا كنتوا بتتكلموا في حته نتيجه ماتش العوده، فقال لك ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-1، فرئيس هيئه المضانيق ضحك، فنائب رئيس الهيئه ضحك، فقال له طب اقول انت قلت ايه جوه؟ قال له اه انا قلت الماتش صعب، وراح لامم على الموضوع. تفتكر لو في لعيب المفروض محسوب على الاهلي فعايز الاهلي يكسب في العوده 2-1 عشان الاهلي يطلع من البطوله، في نفس الوقت لما اتقال ان الاهلي بيكسب بالحكام ما ردش، هو رد عن شرف الحكام لان احنا طبعا عارفين هو والحكام علاقتهم قويه ازاي، فهل ده فعلا لعيب محسوب على الاهلي ولا ده يفكرنا بالفيديو ساعه ما رئيس هيئه المضانيق قال له يا محمد يا فاروق انت زملكاوي، فسكت وما ردش. يعني ما علينا برضو مش موضوعنا، انا مش فارق معايا انت اهلاوي انت زملكاوي ايا كان، كده كده الف مبروك يا كابتن محمد، انا بثبت لك وبثبت للناس اللي ممكن عندها علامات استفهام انك تستحق عن جداره منصب رئيس هيئه المضانيق، رغم ان انا مش متاكد بكل صراحه انت قلت 2-1 دي بسوء نيه ولا انت الاي كيو بتاعك لا يختلف عن الكابتن طارق اي كيو، يعني ايا كان، بس في كل الاحوال انا متاكد انك تستحق عن جداره منصب نائب رئيس هيئه المضانيق. المهم خلينا نرجع لقصه الحظ، انت مقتنع فعلا يا رئيس هيئه المضانيق ان الاهلي كسب بالحظ، ولا انت كان ليك فيديو تاني كده قبل ماتش الفاينل او حتى قبل ماتش العوده بتاع السيمي فاينل لما كسبنا الترجي كنت بتقول كلام مختلف شويه، حتى نائب رئيس هيئه المضانيق فكرك كده وقعدتوا تضحكوا، ما تفكرني كده كنت بتقولوا ايه؟ خد بالك انت قلت لي حاجه، لو الاهلي اخد دوري ابطال كولر او يعني كولر بالاهلي، لا سيبك من كولر، هتقول انت ايه؟ هتقول انا ما عنديش فكره، انت قلت كده على ايه؟ انا ما عنديش فكره في التحليل، يعني لو الاهلي اخدت دوري ابطال انت قلت يا كابتن هجيب لك الفيديو، لو ما خدش هجيب لك الفيديو، لو ما خد ماشي، لو ما خدش ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت صح؟ يا سلام. وانت مش هتوقع عليك؟ خلاص لا اقعد اسبوع تعمل، لا انت بتعيد هتغير كلامك؟ لا انت بقى، ما انا ماشي انا مش هغير كلامي. طب وانت انا ما تراهنتش معاك يا كابتن. امال انت تراهنت انا بس، وانت انت اللي قلت لوحدك، انت اللي جيت قلت لوحدك لو كولر اخد دوري ابطال ماشي هرفع قبعه واقول لك انا ما عنديش فكره في التحليل. الناس مش هتقتنع حتى لو انا قلت الناس مش مقتنعه، لان عارفين بس الغروب عارفين ان انا الحمد لله ملك. لا انا ما انكرش كابتن رضا عبد العال، عشان بس نبقى متفقين، حقيقه كابتن رضا عنده رؤيه ووجهه نظر فنيه قد تصيب في وقت وتخيب في وقت اخر. لا ما تخيبش الحمد لله وشكرا لله. لا عشان ما خدت يعني عشان
مش قوي كده عشان انت قلت انا قول لي خدت معاك ايه ولا مش عارف ايه. طب استنى بس قول، ما هي الرهانات كلها الحمد لله كسبتها. لا يا عم، قصه انك هتجص ومالكش في التحليل وبتاع الكلام ده ما احنا عارفينه يا عم. انا قلت هتقول حاجه جديده يعني، هو الاهلي لما ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا فانت تطلع تقول لنا اصل انا هتجص واصل انا ماليش في التحليل؟ ما احنا عارفينها دي يعني، قول لنا حاجه جديده يا اخي يعني شوقنا. لكن تقول لي اصل لو اهلي خد دوري ابطال افريقيا هيطلع يقول ان انا هتجص، اديك ما قلتش يعني، احنا كده عارفين. بس انا عجباني فكره ان كل مزنوق واحد ملط فيكو يقول لي اصل انا بكسب المراهنات، انا كل ما اتراهن على حد على حاجه مش عارف ايه، مع انك انت ملط. طبعا الملط الكبير لا يعلى عليك كابتن بسيوني، ملط والله ليك وحشه يا كابتن بسيوني. بس يعني عموما انت برضو ملط، دي حاجه احنا متفقين عليها. بس مش كل ما واحد ملط فيكم يتزني يقول لك انا بكسب المراهنات. اديك كنت بتتراهن ان الاهلي هيخسر دوري ابطال افريقيا ورحنا كسبناه من قلب المغرب، اللي هو انا لو كنت جبت لك بقيه الحلقه دي كنت انت بتتكلم انك لو كسبت هنا 1-0 وبتاع مش هتاخد البطوله، انا كسبت هنا 2-1 اللي هو يعني 1-0 دي انا لو رحت هناك جه فيا جون يبقى انا متعادل، 2-1 دي لو رحت هناك جه فيا جون يبقى انا اصلا خسرت البطوله. فانا كسبت 2-1 ورحت اخدت البطوله من قلب مركب محمد عبد المنعم. واخد لي بالك يا هجص؟ انا انت اللي قلت نفسك هجص، انا عامه مش مقتنع انك هجص، انا مقتنع انك رئيس هيئه المضامين عشان الموضوع يختلف. المهم يعني سيبك من القصه دي يا هجص، انا عايزك تكمل كلام كده في تحليلك الفني بما انك احسن واحد بيفهم في التحليل يعني زي ما انت بتقول، زي احسن واحد بيفهم كوره في اوضته كده، واشرح لنا اكتر عن ماتش الاهلي وصن داونز. اتفضل سمعنا الكلام الجميل يا حبيبي. بص انت ممكن تلعب بطريقه دفاعيه ماشي، قفل بطريقه دفاعيه ماشي، بس يبقى لي شكل هجومي عشان تعرفوا ان كولر ده اقسم بجلاله الله اللي يقول لك الجواهرجي واللي يقول لك اللي معرفش الماضي ومعرفش ايه، اتكشف النهارده فرقه زي دي كشفته. انت مش عارف تخرج بالكوره، امال انت بتدربهم بايه؟ ده احنا كده، انا راجل خسرت اخر ماتش مع الفرقه دي نتيجه كبيره، ماليش دعوه. انت خدت افريقيا مش انت خدت افريقيا؟ استنى لا استنى بس ماشي. انت خدت افريقيا طب النهارده شكلك حلو يا فاروق، ده يطمنك ان الماتش اللي جاي ان انت تكسب بالشكل بتاع النهارده ده؟ ده انت في لعيبه تقول لهم انا مطمن، لان انا رؤيه الراجل ما بعد الماتش هو بيسمع الناس كان مستريح. مين هات لي الصوره كده؟ هو كله وغلاوتك. بص اخر مسمار يعني بتاع السلام للناس ما بعد الماتش. طب تعالوا لي بقى القاهره وانا هوريك، تعالى قابلني. ايه ده يعني انا بقول لك تعالى قابلني لان اصلا انت ما تلعبش كوره. انا حزنت النهارده ان احنا فرقه النادي الاهلي بموديست اللي انت جايبه بمليون ونص دولار، وعندك رضا سليم اللي انت جايبه ب3 مليون، وعندك امام عاشور اللي انت جايبه ب3 مليون، ده انت ما تعرفش حد فيهم يا عم. ده عندك لعيب عنده 20 سنه النهارده كان بيعمل كل حاجه في الكوره نيابه الجول، واخد بالك؟ احلى حاجه في رئيس هيئه المضانيق انه دايما لما بيجي يحلل بيتكلم ان الاهلي مش حلو، فانت لو الاهلي حلو هتبقى فاهم ان هو بيقول كده وخلاص، لكن لو انت ما بتتفرجش عليه غير والاهلي مش حلو هتقول لي طب ما ايه المشكله؟ هو فعلا كلامه منطقي، هتقول لي ان فعلا هو عنده حق، احنا كان شكلنا وحش، احنا المفروض كنا نمسك كوره، سان داونز مسك علينا الكوره، كل الكلام ده منطقي، كل الكلام ده كويس. مشكلتي دايما مع الشله بتاعت برنامج البريمو اللي طبعا على راسهم رئيس هيئه المضانيق، المشكله ان هم في اي وقت في اي مناسبه في اي حاجه بيقول لك ان الاهلي وحش، بيقول لك ان الاهلي مش نافع، ان كولر محظوظ، ان الدنيا ماشيه مع الاهلي كده، وان الحكام بتلحقه والحظ والكلام اللي انتوا سمعتوه. لكن لو هنتكلم ككوره فماتش سان داونز واحد من اسوا الماتشات اللي احنا قدمناها، لكن العوامل مش فنيه بس، احنا عندنا مشكله نفسيه للعيبه ان هم بيروحوا هناك. لو اتفرجت على الماتش كويس هتعرف ان في لعيبه هناك مش عايزه تلعب، في لعيبه واقفه في الملعب هي بتدعي ان الماتش يخلص. المهم يعني انت لو جيت تتكلم على الماتش فنيا فاحنا فعلا كان عندنا مشاكل، لكن المشاكل مش عشان كولر ما بيفهمش، المشاكل مش عشان تلات ارباع اللعيبه بتاعتنا وحشه، احنا في عندنا لعيبه سيئه ومحتاجه تتشد. في واحد زي اكرم توفيق ده طالما رجع انا بالنسبه لي لازم يلعب اساسي، مع كامل احترامي لمحمد هاني ومع كامل احترامي لخالد عبد الفتاح، لازم علي معلول يفوق، في عندك كام لعيب كده لازم يبتدوا يصحوا من النوم، كل الكلام ده ما عليهوش خلاف. لكن لما يجي لك واحد زي رئيس هيئه المضانيق يقول لك اصل بص الصفقات اللي انتوا جبتوها هي فين؟ انت جايب رضا سليم ب3 مليون دولار، احنا اصلا جايبينه ب 2 مليون، 2 مليون 100 بالظبط. جايب مودست بمليون ونص، احنا جايبينه ببلاش، جايبينه فري، كومبليتلي فري، ما بياخدش غير مرتبه، بدليل ان انتوا اتخانقتوا وقلتوا ازاي تجيبوا لعيب عنده 35 سنه ما بيلعبش في حته، فهو لو ما بيلعبش في حته فاكيد الصفقه مالهاش ثمن، لان احنا مش هنروح نشتريه من ولا حته. انا عارف برضو ان معلوماتك عن الكوره انها مربعه زي الاجزاء المربعه، بس ما علينا مش موضوعنا. وجايب امام عاشور ب 3 مليون دولار، برضه بعيدا عن امام دفع جزء من المبلغ ده اللي هو يقال ان هو 450,000، بس هنفترض معاك ان هم 3 مليون دولار. امام عاشور مصاب، امام قاعد في القاهره، هنعمل ايه يعني؟ هنجيبه منين؟ بس الجميل في الموضوع انك قلت بقى ايه؟ ولعيب سان داونز ده، شوف لعيب سان داونز جايبين لعيب عنده 20 سنه، شوف جايبينه بكام وعمل معاك وعمل ايه وبتاع، واللعيب محدش يسمع عنه حاجه، اللعيب ده سان داونز جايبه من ثالث الدوري اللي هو سوبر سبورت، من ثالث الدوري نقول تاني، وتالت الدوري ده يعني زي نادي الزمالك عندنا، مع كامل احترامي لنادي الزمالك عشان ما حدش يفتكر ان انا بسف، او زي نادي الاسيوطي يا سيدي ولا يهمك. فلما انت تبقى في دوري بتجيب منه، يعني انا لو هنا في الدوري رحت اشتريت لعيب عنده 20 سنه
من الاسيوطي او من الزمالك اكيد هيبقى لعيب كويس، مش هيبقى لعيب محدش يسمع عنه ولا حاجه. هم مثلا ما راحوش جابوا لعيب من اكاديميه كوالا لامبور عشان بس ما تعيش انت في الدور، بعيدا عن ان برضو احنا معترفين ان سان داونز عنده فريق سكاوتنج او عنده اداره بتعرف تجيب مواهب من اماكن مخفيه. شوف بوصف لك وصف بدائي جدا او عشان تفهم، من اكاديميات، من حاجات ما حدش يسمع عنها، لكن اللعيب ده بالذات ما جاتش زي ما انت عايز للاسف. لا طشت منك لان زي ما قلت لك انت حافظ مش فاهم، انت ايه بترزع اي كلام وخلاص. المهم يا عزيزي رئيس هيئه المضانيق، انا طبعا مش جاي اتكلم عليك اصلا النهارده، انت بس عشان طالع لنا في الليله كده فقلت اتكلم معاك، بس قصه تبقى قابلني لو كسبت ومش عارف ايه. احنا الحمد لله عندنا ثقه في الفرقه بتاعتنا، 1-0 دي مش قصه، نعرف نكسب هنا ونعرف نكسب 2 و3، بس احنا عندنا شويه لعيبه كده محتاجه تقف على رجليها شويه، مش عايزين نقول تسترجل لان في لعيبه فعلا محتاجه انها تسترجل، بس يعني برضو مش ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو ده. المهم يا عزيزي رئيس هيئه المضانيق، الف مبروك معاك نائب رئيس هيئه المضانيق عن جداره وعن استحقاق، اعتقد الناس كلها هتتفق معايا في الموضوع ده اللي انا كده كده قايله من بدري. بس يعني في العموم انا هسيبكم انتوا الاثنين تقعدوا تهاتوا مع بعض، لان بصراحه في اكتر من حد تاني المفروض ان احنا نروح نمسي عليه، وتاني وتالت ورابع انا قاعد لكم، حتى لو الواحد نفسيته ملهاش نفس قوي يعني ممكن نطلع ما نهزرش، ممكن نطلع ما نقولش افيهات، بس ممكن نطلع نمسح بيكم السكرينات بتاعت الموبايل عشان يعني ما تفهمش الكلام غلط، احنا كده كده قاعدين.